وبركاته. التفاصيل الكاملة لاستقالة وليد دابس. يتقدم الدكتور وليد دابس رئيس مجلس إدارة نادي مودرن سبورت بالتحية والتقدير إلى الشعب المصري وأسرة كرة القدم، حيث تولى الدكتور وليد دابس إدارة نادي فيوتشر سابقا مودرن سبورت حاليا، خلفا للإدارة السابقة بتاريخ 1 سبتمبر 2023. ومنذ ذلك الحين بذل وأعضاء مجلس إدارة النادي المجهود المضني لإعادة هيكلة وتطوير النادي وضخ الاستثمارات المالية اللازمة لبناء فريق كرة قدم يليق بمكانة النادي، وتم إنشاء مقر إداري جديد للنادي داخل هيئة استاد القاهرة على أحدث الطراز المعمارية وبكافة التجهيزات، ولم تدخر جهدا أو مالا أو وقتا لوضع الفريق في مصاف الأندية الكبيرة محليا وقاريا. وتحملنا القرارات العشوائية الخاصة بإدارة كرة القدم المصرية والتي تعاني منها جميع أندية المسابقة، إلى أن وصلنا إلى حدث جلل وفاجعة، وفاة الابن الغالي اللاعب الدولي لاعب نادي مودرن سبورت أحمد رفعت منذ أيام قليلة. وقد فوجئنا بخروج وكيل اللعب على وسائل إعلامية في ذات يوم وفاة اللعب بتصريحات مفادها عدم مساندة النادي وكافة مسؤولي للاعب الراحل أو أسرته، وهو الأمر الذي تناولته وسائل الإعلام وأشعل مواقع التواصل الاجتماعي. ومنذ ذلك اللحظة بدأت حملة إعلامية شرسة ليس لها هدف سوى تشويه كيان نادي مودرن سبورت ورئيسه، على الرغم من إشادة الراحل أحمد رفعت به في آخر ظهور إعلامي له، وهو الأمر الذي حدا بالسيد رئيس النادي إلى اتخاذ قرار الظهور إعلاميا لمحاولة توضيح الحقيقة وشرح ظروف وملابسات الأمر منذ البداية. ولكن يبدو أن هناك توجه واضح ومؤامرة دبرت بالليل لمحاولة النيل من النادي وخلق خصومه وعداء بين رئيس النادي وأسرة الراحل أحمد رفعت، الذي ظل لاعبا في النادي حتى استرد الله وديعته. وحاول بعض الإعلاميين تحريف تصريحات رئيس النادي بطريقة مفجعة، على الرغم من وضوح الرؤية وإصرار رئيس مجلس إدارة النادي على توضيح حقيقة الأمر والدفاع عن كيان النادي وعلى الإشادة بأخلاقيات اللاعب وأسرته احتراما وتقديرا لهم. واستمر السعي الحثيث والمحموم لإثارة الفتنة عبر البرامج الرياضية ووسائل التواصل الاجتماعي، وعلى ما يبدو أن إثارة الفتنة هي التجارة الرابحة، وأن السعي وراء المشاهدات دون النظر لسمعة النادي وكيانه ومسؤولية أصبح هو الهدف في حملة ممنهجة لم يتعرض لها نادي رياضي من قبل، لدرجة صدور قرار من وزير الشباب والرياضة بالتحقيق في ظروف وملابسات وفاة اللاعب. وفيما يخص أزمة اللاعب الراحل أحمد رفعت، نوضح للرأي العام أن موقف نادي مودرن سبورت واضح منذ اليوم الأول، وأن تصريحات رئيس النادي واضحة حول دماثة خلق اللاعب وحسن تربيته والإشادة به وبنبوغه الرياضي، وهو الأمر الذي فوجئنا أيضا بتحريفه وتأويله ومحاولة تفسيره بصورة غير صحيحة للي زراع الحقيقة الدامغة. ومنذ فجر تولي الدكتور وليد دابس إدارة الكرة فعليا في النادي، وعلى إثر مراجعته لأوراق اللاعبين اتصل علمه بوجود مخالفة تخص المرحوم أحمد رفعت فيما يتعلق بتغيبه عن التجنيد، فاستدعاه على الفور وشكل لجنة قانونية على أعلى المستويات لفحص الأمر، وانتهت إلى ضرورة تسليم اللاعب نفسه إلى الشرطة العسكرية لوجود قضية محررة ضده تخص هذا الشأن. وتمت إحالة اللاعب للمحاكمة وحضر معه الفريق القانوني واتخذت كافة الإجراءات وصولا إلى تقديم النادي التماس بالعفو عنه. وصدر بالفعل قرار من السلطة المختصة بالاكتفاء بحبس اللاعب 2 شهر، ونفذت العقوبة بجهاز الرياضة التابع للقوات المسلحة، وقدم النادي طلبا إلى جهاز الرياضة العسكري للإشراف على تدريبات اللاعب الراحل حفاظا على لياقته البدنية وروحه المعنوية. وبالفعل ظهر اللاعب في تدريبات منفردة بنادي طلائع الجيش، وتنقلتها وسائل التواصل
إلى أن تم إخلاء سبيل اللعب وعاد مرة أخرى إلى صفوف النادي. وقد حرص النادي على سرية التحقيقات الخاصة بالشأن العسكري وفقا للقانون. وبعد ذلك ومنذ اللحظة الأولى للزم الطبية التي حدثت بسقوط المرحوم أحمد رفعت في مباراة الفريق ضد الاتحاد السكندري والتي لم يشتكي اللاعب من أو أزمة صحية سابقة، كان منتظما في التدريبات، انتقل فورا رئيس مجلس إدارة النادي إلى المستشفى صحبة اللاعب لتلقي الإسعافات اللازمة، ورافقه هو مسؤول النادي، وكلف على الفور لفيف من الأطباء المختصين لإنقاذ اللاعب إلى أن حدثت المعجزة الإلهية بإفاقة اللاعب واستجابة قلبه للعلاج. ومن ثم قرر الفريق الطبي نقله إلى مستشفى وادي النيل، ورافقه أيضا مسؤول النادي وقدم له ولأسرته كافة ما يلزم. ولم يغادر رئيس النادي المستشفى إلا بعد الإطمئنان على استقرار الحالة الصحية للاعب الراحل، وتم وضع برنامج علاجي متكامل له، وصدر قرار رئيس النادي بتحمل سيادته نفقة علاجه بالخارج إذا استلزم الأمر. ولعل زيارة اللاعب الأخيرة للنادي تعكس ما سبق وتتضح بها كم الود والمحبة التي كان يلقيها رفعت من كافة مسؤولو النادي. وعلى عكس التوقعات ونتيجة لأزمة قلبية مفاجئة، تم نقل اللاعب إلى أحد المستشفيات في التجمع الخامس، رافقه فيها أيضا السيد رئيس مجلس إدارة النادي إلى أن نفذ أمر الله تعالى وانتقل اللاعب إلى رحمة مولاه. وعلى الرغم من ذلك لم يجد النادي أو مسؤوليه إلا هجوما ضاريا عبر وسائل التواصل وعبر البرامج الرياضية. ورغم عن كافة المحاولات المتتالية لإظهار الحقيقة إلا أن ذلك الأمر قد باء بالفشل، وصم الجميع آذانه وسمع صوت الفتنة، وهو الأمر الذي يجعل المناخ الرياضي في مصر غير صالح وبيئة غير مناسبة للاستثمار الرياضي، وأن مجال كرة القدم قد تحول إلى ساحات المحاكم والمنازعات الشخصية وتصفية الحسابات والإدارة العشوائية، مما ينذر بكارثة. هو كارثة من ساعة ما دخلت فيها. وبناء على ما سبق فقد أصدرنا القرارات التالية التي راجع فيها. تقدم الدكتور وليد دعبس باستقالة من رئاسة مجلس إدارة نادي مودرن سبورت نظرا لما تعرض له سيادته من تشويه لشخصه ولكيان النادي وتحريف تصريحاته ومحاولة تعامد الواقع بينه وبين أسرة الراحل المرحوم أحمد رفعت ورأي العام وكل محبي اللاعب الراحل. 2. قرار السادة ملاك الحصص الحاكمة للشركة التنازل عن الحصص المملوكة لهم للملاك السابقين مع تفويضهم في إدارة وتسيير الأعمال بالنادي لحين توفيق الأوضاع. 3. تقديم الدعم اللازم للجنة المشكلة بقرار السيد وزير الشباب والرياضة بشأن التحقيق في الوقائع التي تخص اللاعب الراحل أحمد رفعت في حدود المعلومات المتوفرة لدينا حال إدارة النادي اعتبارا من سبتمبر 23. ده السبب اللي أدى إلى استقالة السيد وليد دابس. لقوا جايبين اللجنة المشكلة بقرار من وزير الرياضة الشباب والرياضة أشرف صبحي، يعني حاميها حرميها. طيب البيانات والتصريحات اللي طلع بيها أحمد رفعت، يعني هو متكلم ده كله وزعلان على نفسه مش زعلان على الولد اللي دمروه وأدوا إلى موته في النهاية؟ هو كل مشكلته إن هو اتشوهت صورته. يا عيني، طب اتشوهت صورتك ليه؟ انت مسؤول دلوقتي، حس ان عالم الرياضة مش مناخ، اصبح مناخ سيء. هو من زمان وهو مناخ سيء طول ما فيها اشكال من العينات دي. الراجل ربنا حياه من موته عشان يشاور على الناس، قالوا 2 أو 3 هم السبب للي انا وصلت له، وللأسف هم مسؤولين في الدولة، محدش قال غيره. هو الكل بيقول احمد دياب رئيس الرابطة الحالي هو السبب في كل اللي حصل، أحمد شوبير كان نائب أيامها هو السبب في كل اللي حصل. يبقى أدي 2 موعد إيدين عليهم اللي هما أحمد دياب وأحمد شوبير. الاتنين دول لازم يتشالوا من على وش الدنيا، لازم يقالوا ويتحكموا، مش يقالوا بس، لأ، كل واحد كان متسبب في الأزمة اللي حصلت له وقبض الفلوس وقالوا للنادي الإماراتي انهم مفيش مشاكل بالنسبة للولد وعايزين يتمموا كل حاجة،
علشان ياخدوا الفلوس. بعد ما قبضوا الفلوس وخلاص راحوا باعوا الولد وباعوا كل حاجة، وما بقوش يردوا على النادي ولا يسألوا فيهم ولا يقولوا لهم الولد موقفه سليم من التجنيد ولا أي حاجة. قال لك خلاص احنا بعنا البيعة واشترينا دماغنا. هو ده اللي بيحصل من زمان، بس محدش واخد باله. وغيره وغيره وغيره، مفاسد مليانة فساد. اتحاد الكرة الفاسد، الرابطة الفاسدة، التظلمات الفاسدة، منظومة فاسدة من أولها إلى آخرها، مليئة بأشخاص بيدمروا الكرة المصرية، وهم المفروض إنهم مسؤولين، وهم سبب فساد الكرة المصرية. نظفوا الكرة المصرية بقى من اللي فيها، كفاية قرف قرفتونا. ألف رحمة ونور عليك يا أحمد يا رفعت، وإن شاء الله يكون حاجة تتعدل بسبب اللي جرالك. لازم يبقى فيه واحد يموت واتنين علشان ناخد بالنا من اللي بيحصل. والباشا اللي قال عليه المستشار مرتضى منصور، يا ترى مين الباشا اللي بيشيل وبيحط؟ بيشيل رئيس نادي ويحط رئيس نادي، بيشيل اتحاد وبيحط اتحاد، مين الباشا؟ انا اعتقد ان انا عرفته، ومفيش داعي الواحد يقول عليه، لانه هو لسه مستمر، وهو لسه اللي بيعين، وهو لسه اللي بيشكل. الباشا طول ما هو موجود الدنيا بترجع لورا، والدنيا هتبقى في خراب.